يعني طبعا ما قرأناه بالأمس أو ما سمعناه وشاهدناه في مقابلة الأستاذ خالد مشعل بالأمس، فينا نقول يعني ليته لم يتكلم كان أفضل، يعني لأنه يعني المرحلة لا تحتاج إلى هذا النوع من الكلام، خصوصا أنه يعني شخصية مثل خالد مشعل بهذه اللحظة بالذات يعني لا يمكن السكوت عن مثل هذا الكلام، والمرحلة لا تحتاج إلى نقاش. يعني امبارح كنت عم تابع على مواقع التواصل، فعلا أثار كثير من الالتباس وأثار كثير من الحساسيات اللي ما لها داعي حاليا يعني بهذه اللحظة. يعني أولا، اثنين انه يعني تعتبر هذا التصريح ممكن يخلق نقمة او نوع من الامتعاض من قبل يعني ناصري حماس او حتى الفلسطينيين على انه وين النجدة؟ حقيقة لم أرى ردود فعل بعد عند الجانب الفلسطيني أو جانب يعني تحديدا من عند حماس، لكن ما قرأته بالأمس يعني كان إجمالا بالبيئة العامة تبع المقاومة كانت مزعوجة جدا، والبيئة اللي علاقة بالمناخ العام للمقاومة. طبعا ما في حدا محدد من حزب الله رد، يعني باعتبار أنه حزب الله ما حيدخل الآن بسجالات، يعني وبيعتبر أنه زلت لسان يعني إذا بدك، بس أنه تحديدا من أستاذ خالد مشعل الآن بهذه اللحظة ما في داعي لمثل هذا الكلام. يعني أولا يعني هو تحديدا يعني كان له ما له في سوريا بال 2011، يجي الآن بعد 12 سنة كمان يرجع يفتح نقاش بهذا المعنى، بذكرنا بمواقف البعض بلبنان يعني اللي بيشتغلوا بطريقة بتصير كثير المشكلات والحساسيات. بكل حال الله يسامحه وان شاء بس الله. هل هي زلت لسان برايك ام هو تعبير عن جو موجود داخل يعني اجنحه في حركه حماس بانه الضغط صار كبير جدا ولم يعد هناك امكانيه للاستمرار ويجب ان يكون هناك دعم ابعد مما يجري من قبل حزب الله في على الحدود الجنوبيه؟ يعني ربما هذا يعكس حال من التمني او حال من الرغبه، حال من المحبه زايدة لحزب الله، انه انتم يعني يجب ان تكونوا الى جانبنا على الطريقة التي نتمناها. لكن هذا الامر استاذ ادم يعني منه مزحة، هذا مش نازل انت نازل عم العب فوتبول انت تعمل مباراة، يعني هذا امر يعني يحتاج الى رؤية ودراسة وتخطيط ودراية ودراسة كل النتائج اللي مترتبة عن مثل هذا القرار. يعني انت لما بتقول تفتح الجبهة الشمالية يعني انت عم تقول رايحين الى حرب بكل المنطقة، ما لنا مزحة القصة، في ظل يعني كل المناخ الدولي المؤيد لإسرائيل بالكامل والذي فاق كل حد والذي جعل من بايدن يعني يأتي الى إسرائيل ويجتمع غدا بالإسرائيليين ويجتمع ايضا برؤساء وملوك عرب وفي قمة بشرم الشيخ السبت وفي حاملات طائرات اجت على المنطقة وبلينكين عمل جولات مرتين وصار جاي على المنطقة. يعني القصة مش بالرغبة، يعني واحد قاعد بالأوتيل بدولة خليجية يعني عم بيعملنا تصريح بيقول انه ما قام به حزب الله مشكور ولازم كان يعني ناطرينه يعني حتى يلاقينا على تل أبيب أو على القدس. لا مش هيك الأمور يعني، ولا حزب الله يعني بيتعاطى مع الموضوع الفلسطيني بهذه الطريقة، ولا حماس تعاطت ولا مرة مع حزب الله بالطريقة أو الجهاد. فبعتقد أنه يعني ما كان في داعي لمثل هذا الكلام، وأن كنا بناخده على المحمل الحسن مش حناخده على المحمل السيء، علما أنه يعني تحديدا يعني خالد مشعل فيه يعني خلينا نكون صريحين في له يعني وقع مش حلو عند بيئتنا بشكل عام، وخاصة فيما له يعني من متعلقات فيما جرى في سوريا وقديش حزب الله اشتغل على موضوع حماس وسوريا. يجي هلأ من جديد يعني السيد خالد مشعل يفتح مثل هذا النقاش، بعتقد يعني ما زابطة معه لا من قريب ولا من بعيد. هلا ما بدي علق كتير يعني ما بدي فوت تقل العيار اكثر. هلا ما نحن ما عم نحكي عن الشخص بالضروره بس عن دلاله هذا التصريح اللي انت عم تعتبر يا اما زلمه. لا ما انت عم تحكي مش عن شخص، مش عم تحكي عن مسؤول شعبي، مش عم تحكي عن تماما تحكي عن رئيس المكتب السياسي لحركه حماس بالخارج ورئيس المكتب السياسي سابقا لحماس قبل اسماعيل هنيه. يعني مش عم تحكي عن شخص عادي، يعني عم تحكي عن شخص استثنائي ويعتبر من القيادات الاولى بحماس.
يعني إيه؟ فإذا كان هذا المناخ يعكس شيء معين عند حماس، هذا لم نلمسه يعني مع قيادات حماس يعني عموما. وطبعا التواصل بين حماس وحزب الله لا ينقطع في كل لحظة يعني. فبعتقد الآن ما بعرف إذا كان يعني قصده يوجه رسالة معينة، فيعني على الأقل يعني خليه يطلع إلى من يعني هو بجانبه مع طول يعني، فليطلع إلى مواقف أردوغان على الأقل يعني. طيب مثلا يعني آخر سؤال فيما يتعلق بهذا التصريح، من المعروف أنه معظم القيادات أو أغلب القيادات في حركة حماس أو في الحركات الفلسطينية لديها علاقات عربية متشعبة ومتعددة. السيد خالد مشعل معروف جدا يعني بوجهة علاقته بظل الحراك العربي الذي يحصل، هل تعتبر أيضا هذا التصريح هو يعني نتاج كل ما يتم مناقشته خلال جولة وزير الخارجية الإيراني، وأيضا يعني الجولة اللي عم بيعمل فيها اللي عم بيعملها رئيس وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة؟ يعني هل هناك أبعاد عربية لهذا التصريح نظرا لارتباط هذا الشخص أو علاقته الجيدة بإحدى الدول العربية؟ شوف، لأنه أولا هذا مش تصريح، هذا مقابلة تلفزيونية، وبتعرف بالمقابلة بصير الواحد يعني يستجر إلى أماكن يمكن بعض الأحيان يعني لا يدرك حقيقة يعني معنى الذي صرح به إلا بعدين. يعني هلا انت بالنقاش معي يمكن بقول شغلات بس اطلع من المقابله بقول يا ريت ما رحت لهذا المطرح. في كتار بتصير معهم يعني، بس اكيد يعني شخصيه بهذا المستوى اكيد بده يكون عارف حاله يعني شو عم بيحكي لما بيقول هو انه يعني المذيع عم بيساله انه هل انت راض عن الجو العام اللي صار، وانه كنت طاطر شيء من محور المقاومه، باعتبار انه في مناخ استاذ ادم كمان مناخ سيء يعني، اللي طلع يقول انه ايران قلبت الطاولة على الجميع وايران هي المسؤولة عما حدث وايران تتحمل المسؤولية والى اخره، وهذا مش صحيح. بالامس وزير الخارجية الايراني قال بشكل واضح نحن لا نعطي اوامر، نحن لا نعطي اوامر لمحور المقاومة وهم مسؤولون عن قراراتهم، نحن الى جانبهم ندعمهم نؤيدهم. وبالتالي ما يقوم به وزير الخارجية الايراني الان في الجولة الدبلوماسية التي حملت الكثير من المواقف في العديد من العواصم كان واضح أنها تقود دبلوماسية واضحة في هذا الإطار، دبلوماسية المسؤول ودبلوماسية السفير لمحور المقاومة في آن ما، لأنه هو عم يبلغ رسائل إلى من يعنيهم الأمر أن نحن ها هنا يعني، نحن مش ساكتين ونحن كمان أيضا نتحين الفرصة ونتحين اللحظة المناسبة، ولمن يعني لا يعلم خليه يعلم بكل ما الكلمة من معنى. لكن خلينا نقول أنه قرار الحرب والدخول بالحرب أيضا مش مسألة يعني هي مسألة استفزاز ورد فعل، لا، هذه مسألة كتير دقيقة وكتير حساسة في ظل مناخ يعني نحن عم نشوفه كيف هو الآن في كل المنطقة في طولها وفي عرضها. اثنين، أنه هل المقاومة في داخل غزة الآن هي بحاجة إلى هذا الدخول أو لا؟ ما هذا السؤال كمان أيضا، ما هي الأهداف المتوخات من هذا الأمر؟ ما الذي تريده هذه المقاومة الفلسطينية بعد هذه العملية الكبيرة في طوفان الأقصى؟ إذا كانت القصة إذان ببدء عملية تحرير فبيكون الأمر شيء، وإذا كان القصة لتحقيق أهداف معينة ورد فعل أو الانتقام اللي صار من العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة أخذ الأمور في مكان آخر، كمان هيدي بده يقراها الواحد، ما بده الواحد على طريقة يعني أنه يعني يعني أنه نزلت العالم قوم بنزل بحط راسي بين الروس، لا، في دراسة دقيقة. ولذلك هذا هو الصمت الاستراتيجي اللي عم يمارسه سماحة السيد حسن نصر الله بهيدي اللحظة. ما يجري على الجبهة الشمالية مع فلسطين المحتلة أو جبهة جنوبية من لبنان باتجاه يعني الجنوب الفلسطيني هو إشغال وأيضا توجيه رسائل في نفس الوقت، يعني أولا إرباك للعدو الإسرائيلي، واثنين أنه عم يقولوا له للعدو الإسرائيلي نحن هنا وفي أي لحظة ممكن أن تندلع الحرب، وهذا يفهمه الإسرائيلي وفهمينه، وعشان هيك عم يبعث رسائل متعددة. يعني امبارح وزير خارجية فرنسا بتيجي لهون بتيجي بتقول انه نحذر من الذهاب باتجاه امور عواقبها ما بعرف شو الى اخره. طب ما هذا جزء من المناخ السياسي الضاغط بكل المنطقة، ولما بيطلع بايدن بيقول لك
إياكم 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 مش هيك، إنه إياكم أن تدخلوا في الحرب أو إياكم أن تذهبوا الحرب، يعني معناتها الأمور هالقد في يعني إمكانية في اشتداد بالاشتداد بلحظة الاشتباك كبيرة وكبيرة جدا، يعني منا مزحة القصة.